تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حررت قوات سوريا الديمقراطية نصف مدينة الرقة بعد أقل من شهرين من انطلاق المعركة ضد تنظيم داعش. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات ال24 الماضية شهدت تقدما استراتيجيا لقوات سوريا الديمقراطية في حي نزلة شحادة جنوبي الرقة ومنطقة البانوراما بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. أكدت قيادة عمليات الجزيرة التابعة لقوات الجيش العراقي مساء أمس أن العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بعملية أمنية استباقية غربي مدينة الرمادي. وقال مصدر أمني في العمليات إن الحملة أسفرت أيضا عن العثور على 30 حزاما ناسفا فضلا عن تدمير عدد من العجلات المفخخة والاستيلاء على أسلحة مختلفة. اقتحمت قوات الشرعية اليمنية معسكر خالد في مديرية موزع غربي مدينة تعز وتمكنت من السيطرة عليه بعد طرد الحوثيين. ونفذت هذه المهمة بإسناد جوي من القوات الإماراتية التي تعمل ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. أعلنت المفوضية الأوروبية أن نقل المهاجرين من اليونان وإيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بلغ مستوى قياسي في شهر حزيران يونيو الماضي، وأضافت أنها تقوم بالضغط لإقامة دعوى انتهاكات ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا لإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بشأن قبول المهاجرين بموجب اتفاق تم التوصل إليه. ألقت السلطات اليونانية القبض على مواطن روسي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة عمليات غسل أموال بقيمة 4 مليارات دولار باستخدام العملة الافتراضية بيتكوين. وقالت المديرية العامة للأمن في اليونان إن وحدات الأمن تمكنت بالتعاون مع السلطات الأمريكية من القبض على المتهم وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية. أعلن مسؤولون في وزارة الصحة في ميانمار أمس وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1. وبحسب وزارة الصحة تم الإعلان رسميا عن وقوع إصابات بإنفلونزا الخنازير يوم الاثنين الماضي. في مركز لحماية السلاحف البحرية جنوب شرق العاصمة بانكوك تجمع مئات السكان والمشاهير لإطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد الذي حل هذا الأسبوع. ويعتقد البوذيون في تايلاند أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.